من حفر الباطن أبو عبد الله يقول: ما حكم السفر لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا بدعة، بدعة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يسافر لأجل القربة في مكان، لأجل الطاعة والعبادة في مكان مخصص إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والسفر إلى القبور ليس من السفر إلى المساجد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا فيه غلو بالقبر، ويخشى أن يتعلق قلبه بالقبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، أي لأنه إذا سافر إليه فإنه يتعلق قلبه به ويتبرك به ويسأله الحاجات وغير ذلك. نعم.